لما سمع المسلمون في العالم بأن يعني خليفة صالح من آل البيت يعني يبر برعيته وهو يعني قائم بحدود الله وبإقامة السنة نظرا يعني للرسالة الأولى أو الخطوة الأولى التي خطبها أصبح يتوافد عليه الناس طلبا للأمن والاستقرار. فجاءت فرقة من المشرق وجاءت فرقة من الأندلس فيعني لتحقيق الانسجام بين أفراد يعني الرعية يعني خص هاد المنطقة للأندلسيين والأخرى للقيروانيين. ومن بين هاد القيروانيين الذين وافدوا محمد بن عبد الله الفهري والد السيدة فاطمة الفهرية والسيدة مريم الفهري. سمعتا بأن الناس في حاجة إلى مسجد أكبر لأن هذا المسجد المولى إدريس ضاق بالناس ومسجد الأشياخ ضاق بالناس. فقالت إحداهما أنا أبني مسجدا بمالي الخاص والأخرى قالت كذلك. وطفقت تصلي وتصوم إلى أن كمل البناء وشكرت الله تعالى على هذه المزية. كذلك أختها مريم يعني قام الأندلسيون وساعدوا في البناء لأن ربما لإمكانياتهم الخاصة فيعني بني المسجدان على تقوى من الله.